اللحظة إذن مشاهدينا الكرام لم تتبين بعد التفاصيل المتعلقة في شكل وأبعاد ما تسمى بالمنطقة المزمع إقامتها المنطقة الآمنة في شمال وشرق سوريا، أو حتى ما إذ كان تم الاتفاق عليها أساسا ومآل التهديدات التركية. نتابع التقرير ومن ثم نفتح باب النقاش في ذلك. يبدو أن شعور الأحباط طغى على الموقف التركي بعد تعثر المباحثات بين مسؤولون من واشنطن وأنقرة دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الدعوة التركية حول إنشاء منطقة آمنة. ثلاثة مسؤولين أتراك عبروا لوكالة رويترز عن نفاد صبرهم لعدم توصل المباحثات إلى نتائج حتى الآن، وأطلقوا التهديدات التي اعتاد عليها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة مستعدة للتحرك من جانب واحد. جيمس جيفري مبعوث ترامب الخاص في سوريا قال بعد جولة سابقة من المباحثات حول المنطقة الآمنة الأسبوع الماضي إن تركيا تبنت موقفاً متصلباً جداً، مضيفاً أن الأتراك يريدون منطقة أعمق من المنطقة التي تعتقد واشنطن أنها منطقية. بدوره قال مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي آرون ستاين إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن توافق على سيطرة أنقرة على منطقة بعمق 32 كيلومتراً. ستاين أضاف أنه في ضوء تعثر المباحثات ربما تتحرك تركيا من جانب واحد نحو نقاط محدودة على الحدود، لكن القوات الأمريكية تعمل بدرجات متفاوتة في هذه المناطق، الأمر الذي يعني خطرا عليها إذا ما تحركت تركيا. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء أن بلاده ستمنع أي توغل أحادي الجانب شمال سوريا، وأضاف أن أي عملية تركية هناك غير مقبولة. وتعد معضلة المنطقة الآمنة واحدة من عدة خلافات بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا أغضبت الولايات المتحدة الشهر الماضي بشراء نظام دفاعي صاروخي روسي رغم تهديدات الأخيرة بفرض عقوبات شديدة على تركيا. نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة محمود السويفي باحث في الشأن التركي. سيد محمود مساء الخير، يعني نتكلم فيما يخص المستجدات المتعلقة بما تسمى بالمنطقة الأمنة في شمال وشرق سوريا. قبل ساعات كان هناك تصريح لخروسي أكار وزير الدفاع التركي تحدث عن وصول المحادثات أو أن المحادثات بناءة وإيجابية حتى اللحظة معهم ومع الأمريكان دون تأكيد من قبل الأمريكان لذلك، وحتى اللحظة لا تفاصيل واضحة حول الشكل والأبعاد المتوقع لهذه المنطقة ومآل التهديدات التركية. نأخذ منكم بداية قراءة سريعة في هذا السياق، تفضل. مساء الخير على حضرتك أولا. آخر التطورات فيما يخص المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها من قبل الحكومة التركية في شمال سوريا هو البيان الصادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، والذي تحدث عن التواصل والاتفاق مع الحكومة الأمريكية على إنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لإدارة وتنسيق المنطقة ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة التركية. هذا بالطبع ليس ما تريده حكومة رجب أردوغان، بدا أن الضغوطات الأمريكية التي مرتت خلال الأيام القليلة الماضية أتت بوقودها وأتت بثمارها. تم التراجع بشكل كبير عن المنطقة بالمنظور التركي، وهو ما يتعلق بإقامة منطقة تتحكم فيها تركيا بشكل كامل بعمق من 30 إلى 40 كيلو متر وعلى كم طول الحدود ما بين تركيا وسوريا. وزير الدفاع الأمريكي القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مايك إزبر عبر أمس صراحة عن رفضه للتصرفات التركية من جانب واحد، كما هدد في وقت سابق وزير الدفاع تركي أقار أو الرئيس رجب أردوغان، وعندما قالوا أننا يمكن أن نقيم المنطقة الأمنية بمفردنا أو نشن عملية عسكرية بشكل كراف بمفردنا. الوزير الأمريكي كان صارما في نجاته حدا وقال أن الحكومة التركية لا يمكنها القيام بذلك وأن أي عملية توغل من جانب واحد ستكون غير مقبولة على الإطلاق. هذا جاء بثمار. يمكن أن نقول لماذا تصر تركيا على هذه المنطقة الأمنة منذ حوالي 6 أعوام، منذ العام 2013 الرئيس أردوغان عبر في زيارة إلى واشنطن خلال مايو 2013 عن رغبته
في إقامة المنطقة. صحيح، يعني من 2012 و2016 وحتى اللحظة يتم الكلام على هذه المنطقة. نعم، منذ 2012 و2016 وحتى اللحظة هذه. بالضبط بالضبط، يعني الموقف التركي كان فيه ندوة جذرة عندما دخلت تركيا سوريا بعمليتي درع الفرات وعملية غصن الزيتون في العامين 2016 والعام 2018. حاولت تركيا إعادة الثغرة في نهاية العام الماضي 2018، لكن مع الانتحاب أو إعلان الولايات المتحدة أنها تسحب قواتها العسكرية من شمالي سوريا، هدأت حكومة رجب أردوغان ما بدأ لنا أنه يمثل وضوح أكثر للرؤية التركية. هي تريد الانفراد بكامل شمال سوريا، تريد أن تنشر قواتها فيه، تلغي الوجود التركي، حتى أنها تشترك في الجنود التي تترقى في الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين أن يتم أن يسلم قوات سوريا الديمقراطية أسلحتهم وأن تبقى هذه المنطقة خالية تماما. طبعا بغض النظر عن المحادثات والمساعدات الأمريكية التركية، فإن المنطقة الأمينة أصلا غير منصوص عليها في قوانين جنوب الدولية والقوانين الدولية، يعني لا يوجد أصلا لمصطلح المنطقة الأمينة في القانون الدولي، ولكن هناك مصطلحات مشابهة مثل مثلا مورا آمن أو ما شابه. ومنظمات دولية عديدة، منها مثلا منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن تاريخ المناطق الأمينة في العالم بشكل عام هي تاريخ سلبي للغاية، يعني إقامة مثل هذه المنطقة في شمال سوريا يهدد الملايين من المدنيين، ليس فقط سيكون خطرا على الارض وهو يجب نقاط احتلال تركيا على الارض السوريه، لكن سيؤدي الى نزوح مئات الالاف من المدنيين بهذا في الداخل السوري. وفي تركيا تستغلها حكومه اردوغان، وهنا عبر عن اردوغان صراحه، بان المنطقه هدفها اعاده مليون سوري الى بلادهم. في الحقيقة يعني حتى الأمم المتحدة كانت دخلت على هذا الخط في السياق ودعت للتوصل لحلول تستبعد أي أعمال عسكرية. سيد محمود، السؤال برأيكم ما الذي تغير منذ الأمس وحتى اللحظة؟ يعني لأن اللهجة والوعيد التركيين كانا ذو مستوى عالي من قبل أردوغان، ما الذي تغير الآن برأيكم؟ ويبدا سلاح مطرح في التفاوض ان يكون الصوت عاليه، التهديدات عاليه، البعداء التركيه في كل القضايا تكون حاضره، في قضيه شرق البحر المتوسط، في القضيه السوريه، في حتى في قضيه اللاجئين تعلو النبره ثم تخفض ثم تهدا وهكذا. لكن اللعب مع دول غير واشنطن، غير واشنطن بالسبب، لان واشنطن هي القوه العظمى في العالم، اكبر دوله بيدها الاسلحه في الضغط الحقيقيه على حكومه اردوغان، وبالتالي فان اردوغان يمكن ان يناوش الاتحاد الاوروبي مثلا وقدرس او اي منطقه اخرى في العالم، يجري معها مناوشات دون ان يخاف. لكن اذا اقترب موضوع من الاداره الامريكيه فانه يتراجع بما لدى الولايات المتحده الامريكيه من اوراق ضغط يمكن ان تمارسها على حكومه اردوغان. وبالفعل هناك مطالب داخل الكونجرس الامريكي بفرض عقوبات على تركيا بسبب استلامها منظومة التواريخ الاستردامية. فاصلا الموقف الامريكي مشحون ضد الاطراف، ولا يحتمل ان يكون هناك عناد في ملف اخر هو ملف سوريا. الوحيد الذي يحمي أردوغان وحكومته من عقوبات في الوقت الحالي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي لا ندري أسباب تعاطفه أو رضاه عن أردوغان أو المؤامرات التي بينهما، لكن كامل المسؤولين في الولايات المتحدة يريدون طرح عقوبات، لكن يقف ترامب حائلا بينهم. طيب، ما هو تصوركم لشكل وصيغة أي علاقة أمريكية تركية في منطقة شمال وشرق سوريا؟ خلال الفترة اللي فاتت أو الفترة الماضية كانت الأوضاع مستتبة، ولم تطرح تركيا كثيرا موضوع المنطقة الأمينة منذ بداية العام الحالي وحتى أسابيع قليلة مضت. يبدو أن الأمور ستبقى إلى حد كبير كما هي عليه. ممكن أن كما جاء في بيان وزارة الدفاع التركية اليوم أن تسمح بالفعل واشنطن للقوات التركية بأن تتواجد في مناطق محدده، لكن ليس كما تريد حكومه اردوغان. ممكن يتم انشاء المنطقه بوفق المنظور الامريكي وهو بعمق 5 كيلو متر
وان تتواجد خلالها القوات التركيه وان يتم اعاده بعض اللاجئين السوريين من تركيا عبر هذه النقاط، بمعنى ان واشنطن لن يكون رياضها للمنطقه تم انهارت تماما، وكذلك يكون تم تربيه تركيه واردوغان كسب الحوض كما يريد وكما يفعل في اغلب اللحظات. يعني وكانكم تقولون باننا وصلنا لمرحله انتهت فيها ما اعلن عن هجمات ستكون قريبه، هجمات تركيه. هو على ارض الواقع ذكر تقارير كثيره من ثقه دوليه، منها مثلا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، قال ان الوجود اصلا والوضع على الارض وميدانيا لا يوحي اصلا بان هناك عمليه تركيه قريبه، مجرد مناوشات ومجرد جعجعه تركيه هدفها كسب اوراق ضغط التفاوض في ملف سوريا في ملفات اخرى بالطبع. طيب حول موقف واشنطن وتعاطيها مع هذا الملف اخيرا سيد محمود، تفضل. موقف واشنطن؟ هو كما قلنا الاداره الامريكيه المستثمره الرئيس دونالد ترامب كان مفترض ان يوقع اتفاق على نظام اردوغان، بما انه استلم كافه الاسلحه الروسيه الكردونيه قبل اسابيع قليله، لكنه لم يفعل ذلك. هناك وزاره الخارجيه الامريكيه ووزاره الدفاع والمسؤولين في الكونجرس في الكونجرس الامريكي في مجلس الشيوخ النواب يريدون سرد الصدمات. اعتقد ان الولايات المتحده بشكل عام بغض النظر عن العسكريين المستثمرين في الداخل لا تريد اصلا ان تحتك اكثر بقضايا السياسه الخارجيه كما يرون بمنطقه الشرق الاوسط. الولايات المتحده تريد اصلا ان تنزع يدها وترفع يدها من مشاكل منطقه الشرق الاوسط. ربما تطمئن واشنطن لهذا المقترح الاخير الذي تم توصيف اليه في تركيا خلال الايام الثلاثه الماضيه بان يتم انشاء مركز يتحكم في تركيا على الارض ويتم فيه اشراف امريكي لما يحدث في سوريا، لكن الولايات المتحده يبدو انها لا تريد اصلا ان تنغمس في مشاكل الشرق الاوسط، وانها من موقعها في واشنطن وليس على الارض ستكون مراقبه للاحداث بشكل عام. قبل ساعات اعلنت وزاره الدفاع الامريكيه عن رفع اعداد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطيه من 100 الى 125 الف مقاتل. سيد محمود، هل ثمه اي دلالات لهذا التوقيت حول هذا الاعلان برايكم؟ ربما نفصل ذلك في دول التقارير الصادره عن ان كثيرا من المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطيه مثلا بان التحركات التركيه ستهدد بنسبه خطيره للغايه، وهي عوده عناصر داعش الذين يحاولون حاليا اعاده بناء انفسهم والعوده من جديد مستغلين التوغل التركي. ونعرف طبعا ان حكومه اردوغان هي حليف لهذه التنظيمات الارهابيه من داعش وما يسمى الجيش السوري السري وغيرهما. ربما يكون هذا السبب لزياده السجن العسكري والعدد العسكري للقوات الكرديه في شمال سوريا، كما ان هناك كما صرح المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطيه ان هناك سجون ليكون فيها عناصر داعش ومعرضه لخطر حال تم للسياح التركي لشمال سوريا. هذه السجون فيها الاف من عناصر داعش قد يعودون الى تركيا قد ينتشرون مره اخرى في سوريا، قد ينتشرون في دول مجاوره، يشكلون خطر شديد للغايه لان اغلبهم من جنسيات عراقيه وسوريه وجنسيات اجنبيه اخرى. وهؤلاء طبعا لا يدخلون في سجون بالمعنى التقليدي انها سجون محكمه وما الى ذلك، هي كانت مدارس تحولت الى سجون، وهؤلاء ينذرون بخطر شديد للغايه. ربما تفصلت بطن المسؤولين الامريكيين الى هذه النقطه ومن ثم قرروا يبدوا الدعم العسكري للقوات. وصلنا لنهاية الوقت المخصص، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. الباحث في الشأن التركي محمود السويفي حدثنا من القاهرة. فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نفتح الملف الثاني لحديث اليوم.